شيخنا اللي احنا نحن اليوم يعني في هولندا في مدينة أمستردام, وغدا إن شاء الله تعالى سأسافر إلى يعني إلى بروكسل بلجيكا. كيف التواصل بكم يا شيخ هذا هولندا؟ والله شيخنا بخير الحمد لله ما شاء الله, يعني في إقبال على الدعوة السلفية أصبحت أخونا هذا أبو فلان. مين؟ أبو فلان تدرجيت اسمه. يعني في ثلاثة, يعني في غير أخوة قائمون بالدعوة بحمد الله جل وعلا, منهم يعني الأخ مغربي اسمه بوستا. أيوه هذا التقيت به البارحة. والله بحمد الله. وكذلك الأخ أبو زيد من تلاميذ الشيخ مقبل رحمة الله عليه. ما شاء الله. وكذلك الأخ أبو المنذر جزائري. الحمد لله قائمون بالدعوة بحمد الله جل وعلا, وفي إقبال كبير هنا في هولندا. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. آمين. الخلق. آمين. وفيكم بارك شيخنا.